السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة وموسم جديد من برنامج العزومة. تمينا خلاص سنتين مع بعض، يا رب يا رب يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم ودايما كده اكون عند حسن ظنكم. كانت حلقة لطيفة جدا حلقة الخميس وكانت مفاجأة جميلة ليا، بس نسيت فيها حاجة مهمة جدا، ان انا اشكركم انتم، اشكر كل حبايبي وكل متابعيني وكل الناس اللي بتفرجوا علينا على بي ان سي فود. يعني بجد لكم مني كل الشكر وكل التقدير على كلامكم الحلو ودعمكم الدايم ومكالماتكم اللي بجد بجد دايما رافعه من معنوياتي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ودايما اكون عند حسن الظن، الدعوه الدايمه بتاعتي. تعالوا بينا بقى النهارده هنعمل ايه. النهارده عندنا حلقه معجنات اللي كنت وعدتكم بيها، حلقة جميلة جدا، كل المعجنات اللي هنعملها سهلة وبسيطة، وفي الآخر هنعمل حاجات حلوة قوي قوي. لو عندك عزومة، لو عندك حفلة صغيرة كده، قراية فاتحة، خطوبة على الضيق، حاجات زي كده، عيد ميلاد، أي مناسبة لطيفة عندك هتعملي فيها الحاجات دي هتبقى تحفة جدا، هتعجب كل ضيوفك إن شاء الله، بمقادير سهلة وبسيطة وكمان طريقة ولا أسهل من كده. يلا بينا بقى نقول الأول أرقام تليفوناتنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها، من أي تليفون أرضي على 0900-917 ومن أي موبايل على 1710، والدولي بيظهر معانا على الشاشة. وتعالوا بينا الاول نقول مقاديرنا، مقادير العجينه اللي معانا النهارده ايه. عندنا النهارده كيلو من الدقيق، كيلو الدقيق ده هيطلع لنا كميه حلوه جدا، تشكيل كتير. يبقى كيلو دقيق، 2 ابيض بيض، كوبايه من الزبادي. الكوبايه هنا بنعاير بالكوبايه المعياريه او الكوبايه اللي هي بتاعه المج بتاع الشاي، كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه زيت، 6 معالق كبار من الحليب البودر، وعندي كمان 3 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من الخميرة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وعندنا كمان كوباية زبدة هنستخدمها في توريق العجينة عشان في حاجات معانا هتبقى مورقة. تمام، دي المقادير. أما الدهان بقى بتاع الوش اللي هنلمع بيه الوش بتاع المعجنات بتاعتنا النهاردة، هيكون عبارة عن 2 أصفر بيض. احنا في العجينة خدنا 2 أبيض بيض، الصفار مش هنرميه وهنخليه نشتغل بيه في الدهان. يبقى 2 أصفر بيض، نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، معلقتين كبار من الحليب، ومعلقة صغيرة من السكر. في البداية وقبل أي حاجة تعالوا بينا، احنا عاملين تشكيل طبعا عشان يخمر ويلحق يدخل معانا الفرن ويستوي. تعالوا نعمل خليط الدهن وندهنه وندخله الفرن، وبعدين نشوف العجينة هتتعجن ازاي وكمان هتتشكل ازاي. زي ما قلنا احنا عندنا بيضتين واخدين البياض في العجين والصفار معانا عشان ندهن بيه الوش. عندي كمان نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وعندي معلقتين من الحليب. احط القهوة في الحليب وقلبها علشان تدوب، حط معاها كمان معلقة صغيرة من السكر، يبقى نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، معلقتين من الحليب، ومعلقة من السكر. هقلبهم مع بعض كويس قوي، هاخدهم وحطهم على صفار البيض وابتدي اخلط بقى كله مع بعضه. هنا القهوة سريعة الذوبان بتضيع معايا أي ريحة زفارة للبيض. يفضل الحليب يكون دافي علشان يدوب معانا على طول القهوة. وتعالوا بينا بقى ناخد الأول، ناخد الباتيه يلا، وابتدي أدهن الوش بتاعه. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 220، اعلى درجة. لو فرننا شغال فوق وتحت يا سلام هيبقى حلو جدا. هنشغل فوق وتحت مع بعض، كل ما كانت درجة حرارة الفرن عالية كل ما كان الفرن متسخن كويس قبل ما تدخلي فيه المعجنات. كل ده بيديكي نتيجة حلوة جدا، معجنات هشة وفي نفس الوقت طرية جدا ومش ناشفة. هندهن كويس، طيب لو الفرن بتاعنا مش شغال غير تحت بس، يعني يا تحت بس يا فوق بس، نعمل ايه؟ يبقى الاول بنشغل تحت وبخلي المعجنات بتاعتنا على الأرضية أو على الشبكة الأقرب للأرضية، يعني بنزل الشبكة كده على الرف الأقرب للأرضية. كل ما كانت الحرارة من تحت عالية ده بيبقى أفضل كتير. وبعدين أول ما تاخد لون ذهبي من تحت على طول ببتدي أشغل الشواية علشان تاخد لون من فوق.
اما لو فرنك زي ما قلنا بيشتغل الاثنين مع بعض هيبقى هايل جدا، ولو في مروحه كمان شغليها عشان توزع الحراره كويس جدا وناخد نتيجه هايله. طيب احنا دهنا ده، تعالوا بينا ندخله الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. هحاول انزل الرف زي ما قلنا تحت كده يكون اقرب للارضيه اكتر، ده بيدي نتيجه احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي، يلا ندخل الباتيه على اعلى درجه في الفرن، شغل المروحه ولو كمان الشوايه بتشتغل هنشغلها كده. تمام، تعالوا ناخد كمان ايه واحد كرواسون يلا ندهنه وندخله برده، وبعدين نبدا يلا في عجينتنا على طول. ومعانا هناء. الو الو الو. ايوه ازيك يا هناء، عامله ايه؟ كويس، انا بحبك جدا حبيبتي. ميرسي، انا بحبك اكتر. ممكن طريقة المكرونة البشاميل بس كده؟ عيوني، حاضر، ميرسي يا روح قلبي. حاجة تاني؟ طيب زي الفل، نورتينا يا هناء. يبقى خليط الدهن بتاع الوش كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن 2 صفار بيض، لاننا خدنا البياض في العجينة، وعشان ناخد لمعة حلوة قوي لوش العجين هنستخدم الصفار، منها ان احنا استخدمناه مش هنرميه، ومنها بناخد لمعة حلوة جدا لوش المعجنات. يبقى 2 صفار بيض عليهم نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، ومعلقة صغيرة من السكر، وكمان معلقتين من الحليب. بندوب القهوة في الحليب مع السكر، وبعد كده بنضيفهم للبيض ونقلب كله مع بعضه وندهن. ومعانا سلمى. الو الو. ايوه ازيك يا سلمى؟ الحمد لله، اخبارك؟ كويس الحمد لله يا رب دايما. اتفضلي يا روحي. كنت عايزه اسال عن كيكه الدقيق الذره البسيسه. حاضر، احنا كنا لسه عاملينها قريب، هقول لك عليها. عينيا الاثنين ليكي. حاضر، نورتينا يا سلمى. كده انا خلصت، برضو هروح احط في الفرن نفس طريقه الخبز. كل ما بتكوني عايزة المعجنات طرية كل ما بتخلي الفرن ناره عالية وبتكوني مسخنة كويس جدا قبل ما تدخلي فيه. برضه هقرب الشبكة. بسم الله. يلا بينا. ويلا بينا بقى نعجن العجينه. احنا كده خلاص دخلنا اللي احنا كنا مشكلينهم، تعالوا بينا نعجن العجينه مع بعض في العجان او على ايدينا ايا كان المتوفر عندنا. هبتدي احط الدقيق، والدقيق هنا دقيق متعدد الاستخدام ومنخول كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. في دقيق وقع مننا نشيله، ونحط اللبن البودر، كل المكونات بقى الجافه اللي عندنا. عندنا لبن بودر، عندنا خميره نكون متاكدين كويس جدا ان هي شغاله وفعاليتها تمام. يبقى حطينا الحليب البودر والبيكنج بودر والخميره، هحط كمان السكر معلقتين كبار، واجيب ذره الملح. يعني حوالي نقول ايه نص معلقه صغيره من الملح. هقلب دول كويس قوي مع بعض. ماء الدقيق وكل المكونات الجافة اللي عندنا حطيناها مع بعض وقلبناهم كويس جدا جدا، هبتدي احط الحاجات بقى السايلة. عندي كوباية من الزبادي، كوباية يعني كوباية مش علبة، كوباية. عندي نص كوباية زيت وبياض بالطين، وهنحتاج كمان مية دافية علشان نعجن بيها، والمية الدافية دي هتكون في حدود من كوباية لكوباية ونص بس، هنمسكها في ايدينا ونحط حبة بحبة لغاية ما العجينة كلها تجمع معانا. تمام، هبتدي انزل بقى المواد السايلة كلها. انا كنت عايزه بس كوب معياري كده عشان نحط فيه الميه. ادي الزبادي
عندنا كمان بياض البيض، وادي الزيت، ومعانا تليفون. مروه الو. الو يا شيف فاطمه. اهلا اهلا، ازيك يا مروه، عامله ايه؟ انا بحبك قوي قوي وبحب كل اكلاتك. ميرسي يا روح قلبي، تسلمي لي. انا بس كنت عايزه اعرف طريقه البيض بس كده. اه انا بحبك قوي قوي صراحة. حبيبتي ربنا يكرمك. عارفه العجينه اللي احنا عجناها النهارده دي هتديكي نتيجه هايله في البيتزا ان شاء الله. هقول لك المقادير تاني حبيبتي. عندك كام سنه يا مروه؟ انا انا عندي 11 سنه. وانت اللي هتعملي البيتزا؟ يعني انا وما انا واختي وماما وكده. حلو الكلام ده. خلاص يلا بقى، شوفي العجينه اللي احنا قلنا عليها النهارده احنا عاملين منها ميني بيتزا النهارده تحفه. تمام، جربي المقادير النهارده وقولي لي بعد كده ايه الاخبار. نورتيني يا روحي. طيب يلا بينا بقى نعجن. حطينا خلاص الزبادي والزيت وحطينا بياض البيضتين، نعجن بقى كده. ومعانا زي ما قلنا كوبايه من كوبايه، الكوبايه ونص ميه دافيه علشان نعجن بيها العجينه. دوبك. لا ما شاء الله، ايه الجمال ده، تحفه جدا، ولا الريحه فظيعه ما شاء الله. تسلموا لي انتوا والله. لا التاني لسه شويه. طيب احنا كده خلاص بنعجن في العجينه علشان الوقت بتاعنا، هنطلع احنا فاصل ونرجع بقى تكون العجينة خلاص لمت بقى، لازم تتعجن مدة ما تقلش عن 10 دقايق. كل ما عجنتي أكتر كل ما هتاخدي نتيجة حلوة جدا جدا، وعجينة كمان هشة وهتفتح معاكي أثناء الخبز. زي ما انتم شايفين كده الباتيه شكله مبهر ما شاء الله. طيب احنا سؤال، فيه سؤال مسابقة النهاردة بتقوله؟ طب السؤال بيقول ايه؟ طيب سؤالنا لسؤال المسابقة، مسابقة العزومة، ما هو المكون الذي يساعد على تدميس الفول؟ واحد البيكنج صودا، ولا الملح، ولا الكمون؟ لو عرفنا الإجابة بنتصل على 2600 من أي موبايل أو من أي تليفون أرضي على 0900 900. وبالتوفيق يا رب للجميع. هنطلع بقى فاصل صغير خالص ونرجع على طول. بعد ما العجينه تتعجن معانا هيحصل ايه؟ العجينه زي ما قلنا 10 دقايق، وبعد كده بغطيها كويس قوي ببلاستيك، وبعدين بفوطه نظيفه واحطها في مكان دافي في الحر اللي احنا فيه ده. هتقعد حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع هتكون جاهزه معانا علشان نبدا نشتغل بيها. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. بعد ما العجينة اتعجنت وسبناها تخمر كويس جدا مدة زي ما قلنا في الصيف من نص ساعة لساعة الا ربع، ممكن في الشتاء تطول معانا شوية عشان درجة الحرارة. ابص بس على اللي في الفرن وبعدين نكمل كده. حلو قوي ما شاء الله، جميل جدا، شايفين تحفة.
هدخل بقى الميني بيتزا، والميني بيتزا طبعا مش محتاجه خالص خالص ان هي تدهن ولا حاجه، عليها التوبنج بتاعها. اهم حاجه كل الحاجات اللي احنا عمالين ندخلها الفرن دي خمرانه مره تانية بعد التشكيل، لازم تخمر مره تانية. ويلا بينا بقى. العجينة زي ما قلنا بعد ما خمرت خلاص هبتدي اقطعها، تمام؟ هقطعها كور في حجم البيضة، تمام؟ عشان ابتدي اشتغل كل بقى ايه نوع انا عايزة اعمله. تقدري تعملي بقى اشكال كتير وحاجات كتير، احنا النهاردة هنعمل الاشكال اللي احنا سويناها دي. اهم حاجة الكور كلها تكون متساوية. ومعانا ام اسلام. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا روح قلبي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. الله يخليك. اولا بقول لك كل سنه وانتي طيبه بمناسبه العيد حبيبتي. وبقول لك كل سنه وانتي طيبه، وبرنامج العزومه معانا دايما يا رب على طول. يا روح انتي منوره كده. ربنا يعزك والله. وبقول للاستاذ محمود الشريف كل سنه وانت طيب، وانت على فرصه من فوق. بجد انا بشكرك جدا عن نفسي على على علشان احلى شيف فاطمه في الدنيا. ربنا يخليك. طبعا نورت لنا القناه الجميله دي. سلام يا روح. بجد الحلقه كانت جميله قوي شيف فاطمه يوم الخميس. فعلا دي حقيقه والله. كلكم كل فرو البرنامج يسلموا كلهم والله، ويسلم تعبهم. بجد كانوا منورين. تسلمي يا روح. واولادك الجمال ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. ربنا يعزك يا روح قلبي. عايزه برضو اهني حبيبه قلبي روان، وبقول لها الف مليون مبروك على الخطوبه، وعبال يا رب ربنا يكملك على خير يا حبيبه قلبي. انت جميله ويا رب كده يعني تستاهلي كل خير بجد والله يا روان حبيبتي. والله انت جميله يا شيف فاطمه، ربنا يخليكي. ربنا يا رب كده ينور لك دنيتك يا حبيبتي. واياكم جميعا يا رب. منورانا بضحكتك الجميله وذوقك وادبك، ربنا يبارك لك يا رب، ويبارك لك في الوالد الغالية اللي فعلا ربتك احسن تربية. ربنا يكرمك يا روح قلبي. سلام يا حبيبتي، وبشكر ياسمين الجميلة زمانة بتفرج وفرحانة عليا. كلكم جمال والله يا شيخ فاطمة، ربنا يبارك لكم كلكم حبيبة قلبي. حبيبتي والله كلك ذوق، ميرسي على الكلام الحلو ده، ويا رب دايما معانا كده، ويا رب دايما كلنا نكون عند حسن الظن ان شاء الله. نورتينا يا ام اسلام. طيب نقول بقى بعد ما بنشكل الكور بتاعتنا، المفروض ان انا اغطيها واسيبها بس 10 دقايق كده عشان ترتاح بعد ما انا كورتها، عشان تتفرد معايا بسهوله. بعد كده باخد كل كوره افردها بسمك يعني حوالي ايه بالشكل ده، اقل من نص سنتي شويه، واركن. تعالوا نعمل كمان. لازم رشه من الدقيق كده علشان اعرف اتحكم فيها وما تلزقش معايا. ومعنا فاطمة. ألو. ألو. أيوة. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ فاطمة؟ أهلا حبيبتي، أخبارك؟ بحبك بحبك بحبك. بحبك أكتر. تسلميلي. يا رب يخليك. أنا عايزة عجينة المايونيز والنبي يا مدام فاطمة. حاضر، عينيا الاتنين. هي طلبت مننا والله وأنا نسيت يوم الأربعاء. حاضر أقولها لك حالا. عينيا الاتنين ليكي يا فاطمة. نورتيني. عجينة المايونيز هتبقى عبارة عن 6 كوبايات من الدقيق، 6 معالق كبار من المايونيز، 6 معالق كبار من الحليب البودر. هنحتاج كمان حوالي 1.5 معلقة من السكر، 1.5 معلقة من الخميرة، 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر، تمام؟ وهنحتاج ايه تاني؟ وذرة الملح بس كده، مش محتاجين حاجة تاني. كل المواد الجافة مع بعض، وبعد كده بنبتدي ننزل بالمايونيز والمية الدافية، تمام؟ ونعجن بيها لغاية ما العجينة تبقى معاكي لينة. أهم حاجة في شغل المعجنات ده، طالما بتعملي حاجة عايزاها في الآخر تطلع طرية، لازم تكون العجينه في الاخر لينه، ما تكونش ناشفه. بص بص على الدنيا بس. ده الدنش الجميل. دايما واحنا بنخبز نخلي بالنا من جزئيه ان في افران ساعات بيبقى ليها جنب وجنب، يعني في نار في ناحيه اقوى من ناحيه تانية، فدايما كده نخلي بالنا ونركز، نلف الصينيه معانا علشان الاثنين ياخدوا نفس اللون الجنبين. طيب انا كده بعمل العجينه المورقه. طب هنورقها ازاي؟ زي ما انا بعمل بالظبط كده، ان انا بفرد كور العجين، هفرد حوالي من 6 كور ل8 كور بسمك اقل من 0.5 سم. هي العجينه بصراحه مش مساعداني، العجينه عايزه ترتاح شويه، زي ما انتم شايفينها كده عامله زي الاستك، عماله انا افردها وهي عماله تلم. طيب هنعتبر ان احنا
فردنا حوالي 6 7 كور او 8 بالشكل ده. بعمل ايه بعد كده؟ بجيب فرشة وابتدي اخد، احنا قلنا في المقادير كوباية زبدة طرية لتوريق العجين، هي دي. هبتدي اخد من الزبدة كده واحط، وزي ما انتم شايفين كده انا مش بمسح بس، لا انا بحط يعني كمية. تمام، العجينة الزبدة لازم تكون طرية ما تكونش سايحة، واحط عليها رق تاني من العجين. ومعانا مين؟ ايمي. الو الو. ايوه ازيك؟ الو، انا بحب الشيف فاطمة. ميرسي يا روحي، اخبارك ايه؟ انا كويس. عندك كام سنة قوليلي؟ انا عندي 11. ما شاء الله حبيبتي. لو سمحت انا عايزة طريقة الباتيه. عينيا، احنا بنعمله اهو، يلا تابعينا. ماشي. يلا اتفرجي، احنا قلنا العجينة وقلنا ازاي نعجنها وقلنا كل حاجة، لسه بقى احنا بنورق فيها اهو. هفضل اعمل كده زي ما انتم شايفين، بصوا دي طبقات من العجين، ما بين كل طبقة والتانية زبدة، هقعد اعمل كده حوالي 8 طبقات. تمام، طيب وبعد كده هعمل ايه؟ هروح احطها في طبق ومغطيها ببلاستيك واحطها في التلاجة علشان تجمد والزبدة ايه تتماسك وما تبقاش سايحة معايا. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده هبتدي افردها. احنا نطلع بس اللي في الفرن الاول، اعتقد كده تمام. حلو قوي، الجنبين خدوا الالوان زي بعضهم، بصوا ما شاء الله جميلة ازاي. ده الدنش، تعالوا بينا نلمعه على طول بال المربى. فرش يا جماعة، فرش. عايزة فرشة بسرعة. الدنش أول ما يطلع من الفرن على طول وهو سخن كده على طول هنلمعه بقى بمربة مشمش، تكون بيوريه مش قطع، يعني مفرومة فرم ناعم جدا، علشان نلمع بيها وش الدنش تديله الطعم كمان اللذيذ المسكر كده. وهي بقى سخنة على طول هتلاقي المربى ابتدت كده تتوزع فوق الدنش. حط كمية كده مش هنبخل، لأ ولازم وضروري وهي لسه طالعة من الفرن على طول وهي سخنة كده. تمام، ومعانا منى. الو يا منى. فاطمة. اهلا اهلا، ازيك؟ انت عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله، اخبارك؟ الله يخليكي. الحمد لله، والله الحمد لله. انت عامله ايه وعيالك عاملين ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل، الحمد لله يا روحي. ايه الحاجات الحلوه دي؟ اتفضلي معانا. والله نفسي يعني. تنوري والله العظيم، تنوري يا حبيبه قلبي. الله يخليكي. بصي شوف فاطمه، اتفضلي يا روحي، انا طالبه من حضرتك طلبين. اتفضلي يا قلبي. اول طلب، انا لسه فاتحه دلوقتي فما شفتش العجينه وما شفتش اي حاجه. طب احنا لسه بنبتدي نشكل، ماشي تابعينا وانا هقول لك العجينه اتعجنت ازاي. تمام، وتاني طلب. اتفضلي. انا نفسي في هي الحوادق اللي احنا بنشتروها من بره، السردونات والحاجات اللي زي دي. حاضر، دي نعمل لها حلقه لوحدها ان شاء الله. يا ريت بالله عليكي. عينيا الاثنين، حاضر. نورتيني يا منى والله حبيبتي. وكمان هنا احنا تمام جدا جدا، فاضل يعني نقول ايه دقيقه دقيقه ونطلع الميني بيتزا كمان. يا سلام خبزنا، بصوا مفيش، كل ما الفرن زي ما بنقول سخن جدا كل ما بيطلع معانا كمان معجنات هايله. زي ما قلنا عجننا العجين، خمرناه، قطعناه كور متساويه، ابتديت اخد كل كوره افردها، ولما خلصت حوالي 8 كور كده بدات ادهن كل طبقه بالزبده الطريه واحط فيها طبقه تانية من العجينه، وهكذا حوالي 8 طبقات لغايه ما يبقوا معانا بالشكل ده، دول 3 بس. تمام، بصوا ما بينهم كلهم ايه؟ الزبده الطريه، واحطهم في طبق واغطيهم ببلاستيك واحطهم في الثلاجه علشان يتماسكوا. بعد ما بيتماسكوا بيبقوا معايا بالشكل ده، ندي رشه دقيق عندنا كده علشان نبدأ نفرد العجينة. ومعانا ريتاج. ألو. ألو، ازيك يا ريتاج؟ عاملة ايه؟ ازيك يا ريتاج؟ طيب الخط فصل، حاولي تتصلي بينا تاني. دي هي العجينة اللي ما بينها وبين بعضها الزبدة باينة معانا اهي. تمام، هفردها بقى، هتكون بقى ارتاحت في التلاجة. ابتدي ارش برضو على الوش كده بسيط من الدقيق،
ونفرد. هنفرد بقى الكمية دي لغاية ما كلها تبقى بسمك أقل من نص سنتي. تمام. بصوا، أهم حاجة لازم ترتاح في التلاجة بعد ما تحطي ما بينهم طبقات الزبدة، لازم ترتاح في التلاجة عشان تقدري تفرديها والزبدة ما تطلعش منك وتبقى الدنيا سايحة، خصوصا ان احنا في الحر. تمام. حاولي برضو لما تشتغلي ما يكونش الجو حر قوي عشان يتديكي نتيجة افضل. هنفرد بقى لغاية ما ناخد سمك رفيع أقل من نص سنتي. تمام. بصوا بقى معايا كده، شايفين السمك ده؟ ده المطلوب. 8 طبقات من العجين ما بينهم زبدة حطيناهم في التلاجة، جمدوا كويس قوي، طلعناهم فردناهم بالشكل ده. ومعنا مين؟ وجنة. ألو ألو يا جنة. ألو. إزيك يا جنة، عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ ألو ألو، إزيك يا جنة؟ عايزة أعمل طريقة عمل آيس كريم. بس كده؟ عينيا الاتنين، الحمد لله. يا رب دايما بخير. عندك كام سنة قوليلي؟ عايزه اعمل طريقه عمل ايس كريم. حاضر يا روح قلبي، عينيا ليكي، عينيا ليكي يا روحي، نورتينا يا جنه. الميني بيتزا شكلها يفتح النفس، ولا ريحتها الجميله تحفه. تعالوا بينا يلا ابتدي اقطع في العجين، عايزه اسويه تمام بالشكل ده كده. حاضر، نبتدي بس نشكل حاجه ونطلع على طول عشان الوقت. بصوا هناخد ده مثلا، نقول ايه العرض ده كده عشان نعمل بيه الباتيه. تمام. وقسمه على 3. ممكن نحشيه بقى جبنه، ناخد كده جزء من الجبنه، المعلقه اهي. تمام. وابتدي الف كده، هوزع كده الجبنه بايديا، هي بقى هتسيح بقى وتتغلغل جوه وتبقى معايا بالشكل ده، والقفله دي تكون هي اللي من تحت، يبقى من فوق كده شكلها متساوي عشان تطلع معانا بنفس الشكل ده. تمام. اهو هاخد بقى صاج. تمام. ومعانا ورده من اسكندريه. الو، ازيك يا فاطمه؟ الله يخليكي، الحمد لله تمام. ايه الاخبار حبيبتي؟ منوره الشاشه دايما. حبيبتي تسلموا لي، انتوا اللي منورين الدنيا كلها والله. كل سنه وانتوا طيبين كلكم. وانتي طيبه يا روح قلبي، وانتي طيبه. بصي يا شيف فاطمه، انا عايزه اسالك بس سؤال. اتفضلي. طبقات العجينه دي كام طبقه؟ 8. 8. اوكي تمام. والعجينه انا هسافر زي مصيف كده يعني. بس طبعا هنبعد عن التجمع. تمام. العجينة ممكن اعملها واشيلها في الفريزر واخدها معايا وتفك هناك عادي تبقى كويسة؟ وهي جاهزة كده مستوية؟ وهي مستوية. انت ممكن تشكلي كل الحاجات دي وتحطيها في الفريزر مستوية وتطلعيها على التسخين على طول. عادي تبقى زي كأنها لسه عاملاها صح؟ طبعا تبقى حلوة جدا، احلى كمان ما تشيلي العجينة من غير عمايل. فهماني؟ ده افضل واريح. الله يخليك، عشان نروح بقى نقعد هناك. انا فيك يا رب دايما. الله يخليك، تسلمي لي يا روحي. تروحي بقى تقعدي في المصيف ترتاحي، لسه تقعدي تبططي وتفردي وتعملي، لا خديها جاهزه على طول. دي بقى بالشوكولاته، تقدري تحطي شوكليت، تقدري تحطي جبنه، اي نوع جبنه، احنا حاطين النهارده براميلي، وتقفلي عليها تمام بالشكل ده كده. يبقى كده عرفنا تشكيل الباتيه. نقدر بقى دلوقتي نطلع فاصل بس ناخد السؤال الاول. سؤالنا بيقول بقى ايه هو المكون الاساسي في تدميس الفول، اللي بيساعد على تدميس الفول؟ هل هو 1 البيكنج صودا، 2 الملح، 3 الكمون؟ لو عرفنا الاجابه بنتصل على 2600 من اي موبايل او 0900 من اي تليفون ارضي، وبالتوفيق يا رب للجميع.
رجعنا لكم تاني وشكلنا مع بعض الباتيه، وتعالوا نعمل بقى الكرواسون مع بعض. هي نفس العجينه المورقه اللي احنا فردناها، هاخد منها مستطيل بس اعرض شويه. كل ما عايزه الكرواسون اعلى واكبر هتطولي او هتعرضي المستطيل. تمام، ده المستطيل اهو، ده في حدود كده 20 سنتي. هبتدي اقطعه مثلثات. تمام، هاخد كده والعكس كده وكده. تمام بالشكل ده، وبعدين نبدأ بقى نشكل الكرواسون. عايزينه سادة هنلفه على الفاضي، عايزين في جبنة في شوكولاتة زي ما احنا عايزين. حط مثلا قطعة من الشوكولاتة كده، وحاول اخد هنا عند القاعدة بتاعت المثلث فتحة صغيرة بالسكينة، تبقى كده تديني اتساع اكتر. وبعدين هبدأ اعمل رول والف وانا بشد الطرف وبالراحة كده، واقعد الف 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 لغاية ما اخلص. تمام بالشكل ده، واحط في الصاج اللي مدهون زيت خفيف خالص. وتعالوا نعمل كمان، ناخد مثلث من العجينة اللي احنا ورقناها واعمل فتحة صغيرة. عايزين ننزل بمقادير العجينة تاني يا جماعة علشان اللي ما تابعش الحلقة من البداية، ونحط مثلا حتة شوكولاتة كده او قطعة جبنة زي ما احنا عايزين. وابتدي الف، وانا بلف بمسك الطرف ده كده اللي هو طرف المثلث، وابتدي الف وانا بشد. تمام كده 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 لغايه ما يتلف معايا، واخده احطه في الصاج وهكذا. الكلام ده كله طبعا لسه هينفش لانه لسه هيخمر. بعد ما خلاص بيخلص او بنسيبه حوالي ساعه كده يخمر، هبتدي ادهنه زي ما شفتونا في اول الحلقه، ندهنهم وندخلهم الفرن بنفس طريقه التسويه اللي قلنا عليها. تمام، انا بقى ايه، نبدا في حاجه تانية عشان وقتنا، ومعانا المقادير على الشاشه. دي مقادير العجينه، عباره عن ايه، كيلو من الدقيق، ايه تاني، اتنين ابيض بيض، وكوبايه زبادي، كوبايه ميه دافيه، ونص كوبايه زيت، ست معالق كبار من اللبن البودر، وعندنا كمان 3 معالق كبار سكر، معلقتين كبار خميره، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الملح، وكوبايه زبده طريه. دي علشان نورق بيها، وقلنا بنورق ازاي، ان احنا بنفرد كور بعد ما العجينه تتعجن كويس جدا. لازم تتعجن مش اقل من 10 دقائق، وتتساب تخمر مش اقل من نص ساعه، خصوصا في الجو الحر. لو في الشتاء لا، هنسيبها ساعه ساعه ونص لغايه ما يتضاعف حجمها. بعد كده هنقطعها كور، الكور دي بحجم مثلا البيضه. تمام، الكور دي همسكها افرد كل كوره، افرد 8 كور، وبين كل كورة والتانية بعد ما افردهم هدهن زبدة وارصهم فوق بعض بالشكل ده. انا مخليهم جنبي اهو، دول اهو، اعمل النظام ده 8 كور مفرودين وما بينهم زبدة طرية بكمية كويسة، مش يدوبك يعني دهنة خفيفة، لا بكمية كويسة. وبعد كده احط الرقات اللي انا عملتها دي في طبق وغطيها ببلاستيك وادخلها التلاجة تجمد خالص مش اقل من ساعه، وبعدين نفرد ونشكل زي ما شفتوا الباتيه والكرواسون علشان ندخلهم الفرن بعد ما يخمروا مره ثانيه، وندهنهم بقى بدهان الوش اللي هو عباره عن ايه، 2 صفار بيض اللي احنا حجزناهم من البياض في العجينه، من نص معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، معلقتين من الحليب، ومعلقه صغيره خالص من السكر. هنقلب القهوه في الحليب مع السكر، وبعد كده نضيفهم لصفار البيض ونقلبهم كويس وندهن بيهم الوش. مطلع الوش زي ما انتم شايفين محمر ولونه جميل جدا، وكمان القهوه ما بتخليش اي ريحه زفاره في العجين خالص. تمام، طيب انا دلوقتي بقى هشكل الدنش. باخد كوره من الصغيرين اللي انا عملتهم اللي هم قد البيضه كده، البيضه البلدي الصغيره، وهبتدي افردها. هرش رشه من الدقيق. خلاص احنا العجينه المورقه عملنا منها بس الدنش، وعملنا عملنا منها الباتيه، وعملنا منها الكرواسون. ده اللي احنا بنعمله بقى الدنش. هنعمله ازاي؟ تعالوا بقى ايه نشوف مع بعض. زي ما قلنا، خدت كوره وابتديت افردها، هفردها بسمك رقيق جدا على قد ما اقدر. كل ما فردتي اكتر كل ما هتاخدي نتيجه احسن. ودي رشه من الدقيق عشان ما تلزقش معاكي. الخبز لازم يكون الفرن سخن جدا على درجه حراره 220، وعلى الرف الاقرب لارضيه الفرن علشان يستوي معاكي اسرع ويطلع معاكي المخبوزات طريه جدا وهشه.
شايفين انا فردت خالص بسمك يعني لا يكاد يكون باين يعني. بصوا شايفين رقيق خالص خالص ازاي، ده المطلوب. طيب بعد ما فردت كده هعمل ايه؟ الزبده الطريه اللي عندنا هاخد منها وابتدي ادهن. تمام دهنت كويس، تعالوا بينا بقى نعمل ايه؟ هلف الجزء ده رول، شيل دي كده عشان كله يبقى باين. هبتدي الفها رول رفيع كده بالشكل ده لغايه ما نخلصها. بصوا ومعانا شمس. الو يا شمس. الو ازيك يا شمس، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تعالوا نلفها حوالين نفسها كمان كده. ايه يا شمس اتفضلي، عندك كام سنه قوليلي؟ انا. ايوه حبيبتي اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا. ميرسي يا روحي، ميرسي منوراني. ممكن اعرف حضرتك كيكه الشوكولاته؟ كيكه الشوكولاته حاضر يا روحي. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا بحب الكيكه وبحب اكل الشوكولاته. ربنا يخليكي لينا يا رب، كلك ذوق والله. ميرسي يا شهد والله العظيم نورتينا. كده دي اول واحده من الدنش، شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا بعد بقى ما بتقعد بتخمر تاني، وبعد ما تخش الفرن بتكبر اكتر وتبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا بندهنها قبل ما تخش الفرن بدهان الوش، واول ما تطلع من الفرن الدنش بالذات هندهنه على طول بمربة المشمش وهو سخن كده عشان يبتدي يتشربها وتتوزع عليه بطريقه مظبوطه. تيجوا نعمل واحده كمان؟ يلا نعمل واحده تانية وبعدين على طول نشتغل في الميني بيتزا. ادي كوره من العجين بنفردها بسمك رقيق جدا على قد ما نقدر. كل ما هتفردي اكتر كل ما هتاخدي دنش مورق جدا وهش كده وجميل قوي. وندي رشه من الدقيق عشان العجينه ما تلزقش. ومعانا ادهم. الو 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 ازيك يا ادهم؟ ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار قولي؟ الحمد لله يا شيف. احنا في سنه كام؟ طيب. وانت طيب يا حبيبي، قولي كده في سنه كام؟ انا اولى اعدادي. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. عاوز طريقه المولتن كيك. بس كده عينيا الاثنين. عينيا حاضر يا ادهم. بتجيبوا لنا الحاجه دي يا جماعه ولا ايه؟ الله يخليك نورتني يا ادهم والله. طب احنا الطلب مننا كذا حاجه، عايزين نقول منهم حاجه يعني عشان ما ينفعش. تسلم عينيك يا ياسمين. كده انا فردت العجينه بسمك رقيق جدا جدا على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين كده. بصوا سمكها عامل ازاي، كل ما رققتي اكتر كل صدقيني ما النتيجه هتبقى حلوه قوي. وبعد كده بندهن بالزبده. الزبده طريه، الزبده مش سايحه، طريه يعني بصوا يعني ايه فيها اعرف احط منها فيبقى في طبقه منها كده، انما لما بتكون سايحه بتبقى حاجه بسيطه خالص. لا احنا محتاجين طبقه علشان تورق معانا وتدينا نتيجه حلوه. تمام فالزبده لما تكون طريه بالشكل ده افضل ما تكون سايحه. بعد ما بنحط الزبده ببتدي الف بقى العجينه رول بالشكل ده كده. خلصنا، بمط فيها كده والفها حوالين نفسها. تمام عكس بعضها بالشكل ده، يعني ايد رايحه كده وايد رايحه كده عكس بعض، واخدها بعد كده واروح قافلاها على بعضها. تمام تبقى معايا بالشكل ده، واحط في الصاج اللي مدهون زيت خفيف واسيبها بقى تخمر. وبعد ما تخمر زي ما قلنا بندهن بدهان الوش، وبعد كده ندخل الفرن على اعلى درجه حراره. وبعد كده اما بتستوي وتطلع معانا وتاخد اللون التمام على طول بندهن الدنش بمربة المشمش زي ما عملنا كده بالظبط. تعالوا نعمل بقى بسرعه كمان الميني بيتزا. عايزه اقول لكم ان العجينه دي رهيبه، حلو حادق شغاله معاكي حلو قوي، عشان كده اصريت ان انا نعمل منها العجينه المورقه ونعمل كمان البيتزا منها. يعني هتعملي ميني بيتزا او بيتزا كبيره مش هتقول لك لا، بجد في منتهى الجمال. هنفرد ومعانا شهد. الو 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 ازيك يا شهد، عامله ايه؟
ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا اهلا، ازيك؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا. ميرسي يا روح قلبي، انت اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. يا رب دايما بخير. بس كده نرجع بقى للكنترول، يا ياخدوا رقمك ويدهوني يا يدوكي رقمي. بس نورتينا يا شهد. هنا بقى زي ما بنقول بقى ايه، لازم العجينه يبقى لها تخانه، يعني واحنا بنعمل الدنش رققناها قد ما نقدر زي الفطير، حاجه كده رقيقه جدا. اما في البيتزا او الميني بيتزا لازم يبقى فيه سمك شويه عشان في الاخر الاقي الميني بيتزا بتاعتي يعني طريه ما تبقاش ناشفه. انا عايز اطلع واحده بس كده عشان نشوفها. بصوا تمام زي الفل. شايفين التخانه بتاعتها؟ ده اللي هتخلي فيها طعم حلو وتخليها مش ناشفه وما تنشفش مننا اثناء التسويه. يبقى لما اجي افردها افردها بسمك نص سنتي بالشكل ده. هنا في تخانه غير اللي احنا عاملينه للدنش اللي قبليها. بعمل ايه بعد كده؟ بجيب قطاعه مدوره. وهنا بقى ليكي مطلق الحريه، عايز تعملي صغير قوي اللي هو ميني ميني، او عايز تعمليها كده بالشكل ده، او عايز تعمليها اكبر شويه، ده يرجع لذوقك واللي انت عايزاه. تمام؟ تمام ادي زي الفل. والعجينه طبعا اللي بتهدر مننا دي بنرجع تاني نفردها نلمها ونسيبها ترتاح شويه، وبعدين نفردها تاني ونقطع تاني براحتنا. ونقول ايه؟ تمام. هي مقادير الميني بيتزا معانا ملهاش مقادير معينه، العجينه بتاعتنا هي هي اللي احنا كنا شغالين بيها، بس بنحتاج لها بقى شويه خضار زي مثلا ايه، طماطم متقطعه، فلفل، زيتون، جبن مشكله اللي متوفر عندنا في البيت. اما الصوص بتاع البيتزا فاحنا هنعمل الصوص السهل جدا اللي احنا على طول متعودين نعمله مع بعض، اللي هو بيتكون من ايه، عندي نص كوبايه كاتشب ونص كوبايه صلصه. تمام. وهنحتاج معلقه صغيره بصل بودر وتوم بودر وكمان زعتر ورشه من الملح. هقلبهم كلهم مع بعض وابتدي ادهن بيهم وش البيتزا. والتوبنج بعد كده هيبقى ليكي فيه مطلق الحريه، حطي بقى جبن عندك مثلا، نقول ايه، سوسيس، عندك لحمه معصجه، بسطرمه، زي ما تحبي اللي متوفر. تمام. اهم حاجه طبعا معانا هو الخضار والزيتون والجبن. هحط كده الكاتشب، مصممة على المايونيز، الكاتشب والصلصة على بعض، واحط معاهم بقى البصل بودر والثوم وكمان الزعتر. ومعانا مدام روحية. الو الو، يا بطوطة، يا حبيبي اتصل بيكي خالص. يا حبيبة قلبي، ده انت تنورينا، اسمعينا بس من التليفون. انت عاملة ايه؟ انا الحمد لله تمام زي الفل. ومبروك على البرنامج يا فاطمة، كانت حلقة جميلة جميلة. ربنا يكرمك، هي كانت جميلة والله بيكوا وبكل اللي قاموا عليها بصراحة، يعني ربنا يكرمك جميعا. لا لا بجد، يعني ربنا يبارك فيكي كده اهوت، وكل سنة وهم طيبين، والبرنامج اللي في البرنامج كلهم طيبين يا فاطمه. حبيبتي تسلمي لي يا روح. ربنا يعمر بيكوا يا رب. امين يا رب. دعواتك فرحانه قوي بيكي قوي قوي. ربنا يكرمكم جميعا ويبارك لي فيكم يا رب. بحبك قوي يا فاطمه. ربنا يخليكم لي، انا بحبكم اكتر والله، تسلموا لي. طيب خلاص، بعد ما بنحط الصوص بتاع البيتزا هبتدي احط طماطم. تمام، نعمل بس واحدتين كده عشان الفكرة توصل، بعد كده نطلع الفاصل براحتنا. وادي الفلفل، حط زيتون، زي ما قلنا بقى التوبنج هنا ليكي فيه مطلق الحرية، تحطي اللي بتحبيه واللي ما بتحبيهوش ما تحطيهوش، اهم حاجة معانا اساسي هو الصوص بتاع البيتزا والجبن. يلا بينا بقى نقول سؤال المسابقة. وسؤال مسابقتنا بيقول ايه هو المكون الاساسي في اللي بيساعد على تدميس الفول؟ 1 البيكنج صودا، 2 الملح، 3 الكمون. لو عرفنا الإجابة بنتصل على 2600 من أي موبايل أو 09900 من أي تليفون أرضي، وبالنجاح والتوفيق يا رب. هنطلع بقى فاصل صغير خالص خالص ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في أي حتة، مستنياكم.
رجعنا لكم تاني، وزي ما انتم شايفين كده سفرة كاملة. في أي عزومة أو أي مناسبة لطيفة كده في البيت وخفيفة كده هتشرفي جدا جدا. عملنا الحلو، عملنا الحادق بعجينة واحدة وبطريقة ولا أسهل من كده، والله الطعم ولا أحلى من كده. ما تيجوا نفتح واحدة، يعني ده الكرواسون. بصوا بقى معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التوريقة من جوه، شايفين الطبقات؟ بصوا عامل ازاي، مورق جدا وجميل جدا، وريحته بقى هايله جدا. هتعمليه في البيت وبالزبده اللي انت عايزاها وبايديكي وبنظافه، والدنيا هتبقى معاكي زي الفل. والطريقه شفتيها ولا ابسط من كده، ومقادير كمان سهله جدا جدا. يا رب تكون الحلقه النهارده نالت اعجابكم. هستنى بقى التطبيقات اللي دايما بتسعدني. العجينه المورقه دي بجد من اسهل الطرق عشان تطلعي منها حاجات لذيذه جدا وسهله جدا، وبطريقه ولا ابسط من كده. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بوحاتي، والبيج بتاعتي فاطمه بوحاتي بالعربي بالانجليزي. اشوفكم على خير ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.